الله لم يره أحد قط، الله ليست له هيئة جسدية مثلنا. عند الله وفيه كانت الحياة، وهذه الحياة كانت هي النور الذي يحتاج إليه الناس، لكن حياة الله كانت عند الله بعيدا عن الناس، عن الإنسان. حياة الله فرح، حب، سلام، قداسة، طمأنينة. هذا هو النور اللي الإنسان كان محتاج إليه، اللي عايش في البغضة، في القلق، في الخوف، في الانزعاج، في الاضطراب. هذه هي ملامح وطبيعة حياتنا بدون الله. الآن هذا النور الفائق الذي يملأ السماوات والأرض، الله القدير سر في محبته أن يرسل إلينا شعاع نوره وبهاء مجده. فكما إن شعاع النور بيعلن عن النور، وكما إن شعاع النور مولود من النور، فكما إن شعاع النور يخبر عن النور الذي هو منه، فهكذا أرسل الله نوره الحقيقي. وهذا هو معنى كلمة ابن الله، وهذا هو معنى البنوة لله. أن ابن الله معناها النور المولود من النور، الحق المولود من الحق، الحياة التي من الحياة. فأرسل الله شعاع نور، وهذا النور الذي أرسله صار في الهيئة إنسان، يعني اتخذ طبيعة إنسانية، يعني اتجسد. ادي معنى اتجسد. عشان كده بيقول الكتاب فيه، في هذا الجسد سر أن يحل كل ملء اللاهوت جسديا. وبقينا قادرين ان احنا نتعامل معاه، وان احنا نستلم منه النور ده في انفسنا. يقول الكتاب كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم. لاحظ التعبير كويس، الذي ينير كل انسان، وليس الذي ينير لكل إنسان. لأن لو بيقول ينير لكل إنسان، يعني واحد مسك مصباح وبينور به قدامه، لو بيقول ينير كل إنسان، أي ينير الإنسان من داخله، أي ينير أعماق الإنسان. التجسد معناه أن هذا النور، هذه الحياة الإلهية قد أتت إلينا لكي نستلمها، تفيض فينا، تدخل جوانا، فيبيد الحب الكراهية، ويبيد الفرح الانزعاج، ويبيد السلام الاضطراب، يحصل اضمحلال للظلمة التي فينا بواسطة النور الذي يأتي إلينا منه. إن أنا فتحت نفسي بعقل يؤمن وقلب يقدر الخضوع الذي هو التوبة من قلبي، يعني إيه من قلبي؟ يعني بصدق عميق داخلي اخترت هذا الخضوع وهذه الطاعة، وآمنت إن هو شعاع نوره، ابنه الحقيقي اللي يقدر يديني هذا النور وهذا الحياة، أستطيع بهذا الإيمان وبهذا الخضوع أن أستلم النور
يصير النور في نفسي، تصير عطية إلهية تدخل جوه كياني، أقول فرحت فرح ما شفتهوش قبل كده، أقول الحاجات اللي كنت مش قادر أنتصر عليها، الأخطاء والظلمة اللي كانت متعفنة جوه نفسي، المرارة اللي كانت ماسكة قلبي حصل لها إيه؟ اضمحلت. طب حصل إزاي؟ لأن في قوة خارجة عني، في حياة فائضة غالبة، حياة فاضت من الله فيا. هو ده معنى استلام النور، وهي دي غاية التجسد.